وجول جول 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 جاكوب جاكوب يسجل بالدقيقة الأولى وعشرين ثانية أسرع أهداف هذا الموسم. بالدقيقة الأولى وعشرين ثانية جاكوب يسجل أسرع أهداف هذا الموسم بصاروخ بصاروخ جميل ولا أروع ولا أجمل من مسافة بعيدة يحرز أول الأهداف. أول الأهداف عندنا الموسم الماضي حسين مصطفى حسين لاعب النفط. بالمناسبة حسين مصطفى حسين سجل أسرع هدف الموسم الماضي بشباك فريق نفط البصرة عند الثانية 57 من عمر المباراة. اليوم نفط البصرة يسجل أول أهداف المباراة بكرة مباغتة جميلة تمر على يمين الحارس علي فيصل ويحرز جاكوب يومبي لاعب الكاميرون القادم من الكهرباء أول أهداف المباراة بالدقيقة الثانية من عمر المباراة بالدقيقة الأولى وعشرين ثانية ويبقى أسرع هدف في تاريخ الدوري العراقي للاعب النجف ضياء فالح في مرمى أربيل موسم 2009-2010 عندما سجل في الثانية الثامنة.